السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم يا شباب يا حلوين للعبة، وتكلمت عليها كثير عندي في القناة اللي هي نيني كوني كروس ووردز. اوريدي انا نزلت لها مقطع والله يمكن قبل فترة طويلة بصراحة، لانه اللعبة نزلت في اليابان وكوريا والصين، فلها فترة اذا ما يمكن قرابة سنة او اقل من سنة نزلت اللعبة عندهم. طبعا اللعبة معروفة ار بي جي ياباني، وهي شركة يابانية اللي هي ليفل 5 الناشر او اونر للعنوان هذا، ونزل عليها جزئين على الثري وعلى الفور، وكانت اجزاء بصراحه مره حلوه. اللي يحب الار بي جي الياباني فلازم يروح يلعب هذه كامله. المهم النسخه الكامله نزلت اليوم 25 ماي، النسخه الغربيه بنقول، النسخه اللي فيها باللغه الانجليزيه، فراح نلعبها اليوم باذن الله مع بعض ونجربها ونبدا في السلسله ان شاء الله جديده في القناه. سيرفر والله يلا بختار اول واحد هذا. اوكي طيب بدأنا نشوف العرض. معلش سامحوني صوت المكيف، الغرفة عندي حر. مو مزرعة حر، نحن في صيف، صوت المكيف عندي لازم يكون عالي دائما. طبعا هو الشخصيات الرئيسية دي 1 2 3 4 5 تقريبا، وكل واحد له سكيلز وله مهارات. اللعبة طبعا نجحت نجاح في اول ما نزلت عندهم هناك نجحت، واتوقع اللعبة راح يكون لها جو جميل. طيب قلنا لكم اول شيء راح تختار الشخصيات، عندنا هذا السياف اوكي، وهذا برينس اوف ذا. طبعا انا لعبت هذه الميجا الظاهر، وهذا ما هو الروك او الاسلحه الهيفي، وهذا بالاسهم، فانا راح اختار السياف صراحه، مع انه كان ودي اختار هذا الولد بالاسهم، احس انه حيفيدني كثير، بس لا حنمشي بهذا الشخصيه، تحس انه شخصيه رئيسيه. فيو كاركتر، طيب ما دام فيه فيو كاركتر شكلي راح اوريكم كل الشخصيات. I will go anywhere with you. شايفين الديفنس والاتاك عنده عالي. ايوه امور كويسة. اوب بس كذا ثواني. نرجع هنا اوريكم الكاركتر الثاني. اوه دي باسلحة. احس الالعاب دي خصوصا الالعاب اللي بالعمر طويل معك الشخصيات اللي تلعب من بعيد حلو. او هيلن انجينير. طيب اوكي هذا البنت فيو كاركتر، هذه ميز. والله باين عليها كلام جيد. ماجيكال ادفنشر اتاك و تكستري اوكي. ويتش طبعا انا يوم جربت التجربه الاولى بس ما كملتها، تجربه بسيطه كانت. ديستروير هذا برضو الديفنس مره عالي عنده، واخر واحد هذا اللي اعطيني اسمه يوم جربت اول ميكس بين اللعبتين الاصليه، حاطين فيها يعني نظام الجيم بلاي واللعب ميكس ما بين اللعبة الأساسية الأولى واللعبة الأساسية الثانية. السبورت طيب يلا يلا زي ما قلت لكم راح اختار هذا. اوكي. I was born. شكرا على حركات البهلوانية. بس ما ادري فيها، اتوقع انه فيها الله يعطيني اسمه بنغير الستايل صح. انه فيها بي في بي لاعب ضد لاعب. حلو الشعر الطويل، عجبني الشعر الطويل. اسود بني، لا بخلي اسود، بخلي اسود، اسود حلو. اللبس لا زي ما هو كده ممتاز. هاو دو يو وان مي تو لوك. العين العين، لا لا خليه زي ما انت عينك.
always look like. يقول لك شكلك الدائم كيف تبغاه؟ نبغى كذا شوية. لا لا رسق ما ينفع شكله هذي. ايوه هذي بنخليها زي كذا. هابي لوك كول. طيب امورك طيبة ما راح نشوف نزوي. لا خليك هي خليك اوريجينال خليك اوريجينال. ميك يور دريمز كم ترو. هذا لون اللبس احمر ابيض اصفر. هذا المين راح اخليه احمر. نو زي ما هو اسود. اوكي حلوين كومبليت. اوه انمي ترى المعلومية له انمي اللي نزل له موفي كمان. اوكي يعني هم شكلهم من العالم الحالي وبرجعوهم لعصور قديمه وميد ايفل. يو كان بي هير اند سيف ذا وورلد. حلو انك تقدر تصير بطل وتنقذ العالم وتصير حاكم. Are you enjoying me? Until then. Okay. Touch. يلا يلا اسرع. Yeah, wake up. هذا الرفيق الدرب. طبعا حتى كل الاجزاء اللي راحت ترى بين عالمين، بين عالم واقعي حاضر وعالم القديم. أبو واو انيميشن حلو. واو 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 والله عالم اللعبة حلو ترى من جد. الاول الجزء الاول والثاني مره عجبوني ترى. جو ديمونز اكوين ان دينجا. يلا جو هيد يلا. اي نو وي هاف تو هيلب ذا كوين. يلا Go ahead. Whoa. ايش في؟ اها. طيب. The masters. Rule protector, you're alive. طب نروح نساعد الكوين. راح نساعد الكوين نحن. حتى الديزاين اللي عدا حلو. فين فين يلا يلا
شويه كذا الكاميرا حاسه قريبه. اوكي سكيلز اعطيه يب. خلينا نشوف نحاول بعد الكاميرا. ايوه بعد الكاميرا ايوه ايوه كذا افضل. الكاميرا كانت مره قريبه. ذا كوين اوف اوف ول 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 اوه هو معاه خريطة يقول الخريطة دي هم من حياتك ومن حياة المملكة اللي انت فيها كلها. اوه هي دي البنت اللي كانت تتواصل معاه، شكلها هي الملكة اللي كانت تتواصل معاه بين العالمين. اها What are you saying؟ الجارديان ستون. واو 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 انترو أليم صراحة. أعطت الجارديان ستون وحماية العالم تقريبا، فوثقت في الكائن الغريب هذا انه شكله يوديهم تليبورت لعالم ثاني عن الشرير عشان ما يوصل للستون هذا. اوكي دقال هنا يقول لك تاتش على اليسار مين يقول. طب اوكي يلا نروح له. My bad breath. Okay. مجد هو قال الخريطة، بس ايش الخريطة دي؟ But a map. I never heard any. طيب مجد يقول انه الستون هو الكنز حق المملكة حقتهم، بس الخريطة مستعجب ايش في موضوع الخريطة. As soon as possible. طيب يلا يقول خلينا نروح نشوف نحن فين مكان في الأول. يلا شكل اللعبة حتكون بصراحة يعني الجزئين الأصلية يعني قصصها كانت حلوة جميلة، مغامرة مرة جميلة بصراحة، فأتوقع إنه مستوى كمغامرة ما راح يقل عنها. That's هذه المملكة. إيفا مو Our nameless king kingdom. طبعا حتى المملكة دي إيفرمور كانت موجودة في الجزء الثاني، ممكن يكون في تداخل بين العوالم. طيب يلا راح نروح لمنطقة إيفرمور. لا لا اصبر يا رامي هنا. ايوه هذا المين شايفين هنا الستوري على اليسار، تضغط عليه اوتوماتيك يمشي. حلو هذه الحركة والجوالات انه الواحد شخصية تمشي اوتوماتيك. يا اخي حتى فيها حركة حلوة انه فيها ميكس من عارف حاجات البيكم وكذا، يكون في حيوانات صغيرة كذا تقدر تربيهم وتقويهم.
طبعا هذا في الجزء الاول. الجزء الثاني فيه الكائنات دي الصغيره شايفين قبل شيء كانت تنطنط كذا زي العفاريت كذا، ولها كل واحد له قوه معينه. ففي لعبه الجوال توقع انه عملوا ميكس ما بين الحركتين دي. وارهابين طبعا زي ذول الكائنات الصغيره يساعدوك ويقاتلوا معاك، وكل واحد له قوات. يعني تحس انه زي نظام البيكمون تستدعيهم. جاتشا. اوه جاء الاعداء. حتى هو خايف. واو مين هذه؟ هي اللي من الابطال الساحره ولا؟ لا والله مو هي، شكل واحد ثاني دي. اوكي. I'll take it from here. يلا يلا حان وقت الجلد. فين فين فين؟ ايوه جلد. هنا شايفين دج على حلو حلو. خلينا نشوف الحركات. اوكي. something coming. اجلد يا معلم. هذا بتهيل توقع البنت اللي معايا. فين فين فين؟ ابعد. اها اي مات. معنى ناس تميت يو. Can I ask your name? My name is... اوه دحين بحط النيم. طيب يلا ايش مسجل لهم؟ زي ما هو ريو. هنستمر عليها. اوكي. اوه اوريدي يوزد. انا يبغى لنا اسم. طب خليني اجرب اسمي اوريجينال رامي. يوزد. اوكي اوكي. ريو جيمر مشي حاله. يا زعل يقول ليش تقول ان احنا بيس حيوانات اليفة. I thought you guys were the ones who destroyed the forest. يقول حسب انه انتم اللي خربتوا ال اعطيني اسمه الغابة. I tell you how to get out of the forest. Take this egg and great uncle. Okay. Deliver service. يقول اخدموني وانا اعلمكم طريقة المملكة. Even save your own game. طيب اوكي. اوكي اوكي ما هي مشكلة. راح نوصلها. راح نوصلها. فين البيضة؟ هات البيضة. يلا جو هيد. طبعا هو طلب منا توصيل البيضة بحيث انه يفيدنا ويعلمنا مكان الطريق للمملكة. ما هي مشكلة لين ما نوصل البيضة. You're not my mommy. والله عيال حلو الجرافيكس. يا ليتهم نزلوه على الكونسولز. طبعا في نسخة بي سي المعلومية. جوالات وبي سي. يعني حقين البي سي حيستمتعوا من جد. اوكي. Quiet creature in the forest. اوه الشجرة دي.
I felt it too. I am afraid the entire forest. Great uncle aunt. طيب اوكي. ها طيب. Oh, thank you. That would be perfect. طيب حيعطينا جائزة. ما هي الجائزة؟ هذا توقع إذا ما خاب ظني أول حيوان بيساعدني. حلو حلو الجرافيكس. ايوه ما انا اقول لك في حيوانات مساعده معك. اوه معاه سهم. They are so cute. Familiar. حتى هو حتى يتبع. برن الجزائر. طبعا هي ما اخذت لها حيوان لطيف زي ما بتقول، قالت باخذك انت. Warrior of heart. But everything would be has heart. Before it's so okay. يقول لك في اللينك حيكون بيني وبين الانيمال هذا الفاميليار. طبعا شايف شكله بنحط ثلاثة يعني. باور اب. شايفين مو هم وير شود اي اوكي. هنا فوق معلش. اوكي اوكي حلو اوكي. تحطه هنا شايفين عندنا شكله ثلاثة انيمالز او ثلاثة حيوانات نقدر نستخدمهم. اوكي اكزيت. نحن اوريدي شايفينه تحت معايا. يلا دحين بتشوف الحركات او مساعدته معايا. الظاهر انه انا بعطيه كماند وبيقاتل لحاله. This is a test. شايفين؟ اقدر اسوي كماند له انا. وهو في نفس الوقت بيضرب. اوكي. ايوه حلو. جلد يا معلم. فين فين فين؟ To evermore. The city that Roma's castle. Okay. يا هو عبيط ذا. من جد. وين ألسي؟ يلا ليتس جو تو ذا ايفرمور. خلصنا؟ لا لا والله لسه في بوابه من هنا شكلها. نو هاجز. لا لا دي بوابات الغابه. اتوقع انه هنا راح ندخل على المملكه. والله ذكرتني بالبيت حق لاني تودز اللي يكرهوه الحيوانات. نينو كوني كروس وورد. وهذا هو الانترو عيال. طيب وصلنا للمملكة. اي والله
على الانيميشن وشكل الشخصيات تذكرني بالاستديو اللي مسوي عدنان ولينا ومسوين نسيت اسمه. في 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 واحد مشهور ياباني له افلام كثيره وهو الاب الروحاني طبعا لعدنان ولينا نحن كمان نعرفه. بعدين له موفيز كثير ومره ممتع. ايوه اللي له الموفي اسمه سبيريتس اتوقع. ايوه سبيريتس. Evermore at last. أتوقع إنه فيها حيكون فيها عوالم كثيرة. طب خلينا نشوف. طيب this is Evermore. It's great, isn't it? We're finally here. Come on, don't play guitar. Bye bye. طيب دخلنا. It's gone. طيب بس المهمة الرئيسية لازم تكون معروفة انه نحن نبي ننقذ الملكة. بس حيكون فيها اشياء كثيرة. طيب اوكي ناخذ هذا. يقول لك audience with the king find a way to meet the king. يقول لك ده. طيب اوكي stop 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 قبل ما نخش كده stop stop. ايوه ايوه هنا بنوقف هنا بنوقف يا عيال. هذا الانترو للحلقة الأولى من نين كوني كروسين وورد عشان نتوقع إنه فيها قصة رئيسية راح نجربها كثير وراح نلعبها بإذن الله نوزع الحلقات عليها. بس بإذن الله هذه الحلقة الأولى الانترو عالم اللعبة يا دوبنا دخلنا للمملكة وإن شاء الله راح نكمل بعدها في أحداث نين كوني كروسين وورد ونشوف الأحداث القصة الرئيسية وإن شاء الله تكون دعسة واحدة ونستمتع فيها. يعطيكم العافية شباب. نشر ولايك ودعم القناة والسلام عليكم.